شيرين، وضع طبيعي طبعا ان اي واحده ما تبقاش بطول اللي جنبيها، بالاضافه لان ميدو كمان. انت كم يا ميدو؟ 100 كام؟ 80 متر 90 190 متر 90. اصل انا 182 وبتقالط على اصحابي طول الوقت يعني. على هنيدي. هنيدي ده اي حد بيتقالط عليه يعني. الحكايه دي بالنسبه للواحده ما فيش مشكله ان يبقى في مثلا حد اطول منها. انا مش طوله، انا واقفه على البتاع دي. لا ما استحاله هتوصلي ل 190. انت طولك مناسب جدا بالنسبه للواحده. كفايه. وانت طولك زياده برضو شويه يعني. بينفع. بينفعك كل سنتي بينفع. بينفعك في اللعب طبعا. في الكور العاليه الحاجات دي طبعا. لما تبقى الطول في بالذات في المهاجم بيفرق. بيفرق في الحاجات. كوره مرفوعه طبعًا. بتقدر تطلع طبعًا. اعلى. انت كنت بتلعب ايه غير الكوره؟ يعني انت بتحب تلعب كوره طبعا من صغرك، لكن ايه تاني كنت بتحب تلعبه غير الكوره؟ بقى الحاجات كلها التانيه عادي يعني. احب السباحه، التنس، الحاجات، بس ما كنتش مميز في حاجه الا الكوره يعني. طبعا يعني الباقي كله عادي، المستوى عادي، السباحه عادي، انما الحاجه الوحيده اللي كنت مميز فيها الكوره، ما كنتش مميز في اي حاجه ثانيه. وفكره برضو انك انت من سن صغير سافرت، ما حضرتش الهوجه بتاعه البلياردو يعني. احنا جالنا فتره في اوائل التسعينات مثلا ولا حاجه، دي كان في مصر كلها بتلعب بلياردو. حضرت فيه وكان فيه. لا ما حضرتهاش قوي يعني، كنت صغير. كان لحقت بقى الاخر، كان فيه الحاجات اللي هي السنترز، حاجات بتاعت بول وحاجات بتاعت سنوكر وبتاع، بس كنت صغير يعني. بس لعبت شويه. لعبت شويه يعني. وانت لعبتي؟ انا لعبت في امريكا. والله كنت بدخل تورنمنتس في امريكا. طب ايه رايكم نشوف الحكايه دي؟ يلا ترابيزه. يلا بينا ترابيزه. هي بصوا الترابيزه طبعا ترابيزه في امريكا. انا بص الكره. ما الكره فاهمه، عارفه الكور رايحه فين ورايحه لها. امسكيها بس كده اهو، مفيش نقط. او انا امسك لك الكوره على ما انت تلعب. ها امسكيها كده بس. يلا دوس جامد بقى. الله 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 الله. ونزلت حاجات اهي والله، كله لون واحد كمان. لا نزلت ايه، سبوتس ولا سترايبس؟ كله سبوتس. عرفتني. مش هادي يا ما موتني شكلها. طب وانت يا شيرين لعبتي ايه؟ مش هكلمك وانت بتلعبي. يا بس انت حاجزه بيها مكان، ما تقلقيش. احنا نعمل فركشه كويس. العبي بقى. كل الكور بتنزل هنا. كله رايح هنا، كله بيطلب في النص. ما تعملي خطه بقى على اعمل خطه ازاي ان شاء الله لما كلهم بس الكور دي بتحب بعض قوي على فكره. يعني كلهم ما مش عايزين يسيبوا بعض. العبي سترايبس بقى. ازاي لازم العب سبوتس؟ يا سلام، هم كلهم هيجوا مع بعض في الاخر. الله بسرعه بسرعه. الله ازاي كده؟ طب انت يا شيرين زمان كنت بتحبي تلعبي ايه؟ انا عملت سباحه ودايفنج ووتر بالي وخيل، قعدت اركب خيل من وانا صغيره. الكره دي تايهه، خلي بالك 11 دي. يلا ارجع يا بيت ارجع. ايوه زقيهم شويه. اقول لك حاجه، بلاش اللعبه دي. اللعبه دي وحشه. بلاش الترابيزه دي. الترابيزه دي ان شاء الله بكره هتلاقيها متصلحه وهتبقى 100 100 زي الفل ان شاء الله. تعملي ايه؟ لعبت سباحه فتره طويله؟ لعبت سباحه وانا صغيره، ولعبت دايفنج. ما لعبتيش. ما لعبتش بينج بونج. ما لعبتيش بينج بونج. انت لعبت طبعا. لعب شيرين انت بقى، انا احكم. لعب شيرين انت. انت ايه ما لعبتيش؟ اول مره تلعبي؟ لا وتهلأ. يعني اكيد جربت. طب يلا مش ادي. دي شوله؟ وده شويه صغيره. سيبيها. حلو 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 حلو. انت عملت والله الواحد بيطمن على مستواه برضه. ابن خالي وانا صغيره كان بيحاول يخليني العب. سوري مين؟ ابن خالي في يوغوسلافيا. كان بيحاول يخليني العب. سيبك منها. آه.
انت هتكسبني هزيمه. خش 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 خش، جرب جرب. ميدو لعيب جامد، انا تعبت جدا على فكره. ده لازم يبقى معانا كورتين ثلاثه. الله. خلاص. شيكا جامد. خلاص اللعبة الوحشة دي. تعالوا نلعب درس، تعالوا نلعب درس. احنا هنلف على اللعب كلها النهارده. وبعدين نخش على الشطرنج وبعدين. لا ما اعرفش العب شطرنج. تعرف تلعبها؟ لا وحش. والله؟ كل واحد بلونه. والله هطلع احمر عشان انا اهلاوي. عشان انت اهلاوي صح؟ خد واحد اخضر برضه. وانت الاصفر وانت انجلترا وامريكا. وانا ايه ده؟ انا طول الوقت بتعامل معاهم انهم امريكا. لا انجلترا. يلا شيخ. يلا اتفضلي. منين بقى؟ من هنا، من بعد البتاع دي على طول. ده يعني كده قريب قوي. براحتك كده قريب قوي. امال قريب قوي. ما انا شايفه. انا قلت لك من الاول انا ماليش في الدور. اساس اللعبه انك ما تجيبهاش في النص. البتاع ممكن تكون هي اللي غلط. اهو لعيب فيا. استنى استنى. كام دول؟ 115. واحد ده راجع ورايا. طبعا بتقعد تتمرن كل يوم يوميا. انا مش مصدقه ان انا ما جبتش ولا واحده. كله في حاجه. ميدو، الالعاب اللي انت بتقول عليها سباحه، بتلعب تنس، لعبت، كلها دي العاب ليها علاقه بنوادي. يعني انت من صغرك يمكن مثلا عشان والدك في النادي انت ابتديت تشترك في نادي وبتاع. يعني هي دي الظروف سمحت لك بده. لعب الالعاب الثانيه دي طبعا كانت في النادي، انما الكوره اغلبيه الكوره اللي لعبناها في الشارع. في الشارع؟ طبعا. لعبت فتره في الشارع؟ طبعا. كل طول السن الصغير ده كنا بنلعب حاجات، دورات رمضانيه في الشارع، وخلص مدرسه بنلعب في الشارع. كل مدمن. مفيش احلى من لعب الشارع لان وان تو انت والرصيف. تبص الرصيف، تخبط في الرصيف، ترد لك تاني، والحركات دي طبعا. كانوا بيعملوها فيا كتير يعني. مش انا اللي بعملها. انت الخيل بالنسبه لك كان؟ انا الخيل كان ممتع جدا في الشارع. والله في الشارع. انا لعبت خيل في الشارع كتير. يبقى الراجل معدي بعربيه كده بيجرها بحصان وبتاع وتمام. ميدو وشيرين، بجد انتوا شرفتوني ونورتوني. والوقت عدى بسرعه، بس استمتعت جدا بوجودكم، واتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا وتتكرر الزياره. اديكوا عرفتوا الزياره. يا سلام، قال يعني ما بتغلطوش يعني. وهشوفكم ان شاء الله مره ثانيه. ربنا يخليك. ميرسي. ميرسي يا ميدو خالص. اتفضل. خلي بالكم من النجيله الصاحيه. بابا امين. تصبحوا على خير.